طاجن ايس كريم وعليه شوكولاته بندق وعليه شوكولاته بيضه من فوق موز، تمنه 45 جنيه، ومعاه طاجن فري وكمان فتت اللوتس. يا جمال اللوتس والفتة بتاعتها، بصراحة طعمها حكاية تخطف القلب والعقل والنني وكل حاجة كده تحط عليها. بصراحة الناس دي عندهم المولتون كيك لوحده حكاية تحفة فظيع يا جماعة، والشوكولاتة نازلة عليه ويفضل رايح جاي كده يقلم بالشوكولاتة بتاعته الجميلة. وعنده بقى الميلك تشيك ما اقولكمش عليه، 25 جنيه، فظيع. الناس دي انا عارفة بتعمل ايه، وحتى الايس كريم الرول عاملينه بالاخضر، اكيد بيشجعوا الاتحاد السكندري من ورايا وانا ما اعرفش، ولا كله كوم. وفتت الايس كريم بالشوكولاتة حاجة كده من الاخر زي ما بيقولوا. الناس دي فعلا عندها طواجن جامدة. شيكو رول موجود في 27 شارع الدقي قدام مكتبة سمير وعلي، وعامل لمتابعي أكلة عدنان أي طاجن تاخدوه عليه طاجن هدية. بصراحة المكان لوحده يفتح النفس ان احنا كلنا نروح، وكمان العرض اللي هم عاملينه لمدة شهر. عندهم بقى يا جماعة كل حاجة معمولة بإتقان، عشان شباب زي الفل مع بعض شرقة، وبيطلعوا الحاجة خبرتهم في المحلات بيطلعوا لنا مظبوط. انا لما روحت هناك انبسطت جدا من المكان وفتح النفس. كلكم بقى والحاجة اللي قدامكم والأوفر دوز دي لوحدها داهية، والفتة الجميلة والطواجن وكمان اللوتس والنوتيلا. انا قلت بقى اجرب كده الاوفر دوز دي وافتحها كده واقول بسم الله. بصوا الجمال والحلاوه والطعامه تفتح النفس. وبعد كده كده قلت بسم الله اجرب الطعم بتاعها. بصراحه يا جماعه ريقي جري لوحدي عليها. وبعد كده دقت كده التست بتاعها، فظيع 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 من هنا لغايه السلوم، طعمها جميل جدا. وبعد كده بقى قلت اخش على الكيكه الحمراء الجميله، بما اني بحب اللون الاحمر الفراوله اللذيذ، قلت كده بسم الله مع نفسي برضو الطعم جميل. وبعد كده بقى سيبت ده كله ودخلت بقى على فتة الايس كريم، حاجة كده من الاخر. ما تنسوش كل حاجة جماعة عليها طاجن فري، انا بقولها لكم دلوقتي. قلت كده مع نفسي بسم الله واجرب يا جماله يا حلاوته يا طعمه. زي الفل، انبسطت بيهم، عندهم فكر وعندهم اختراعات حلوة. حضرتكم هتيجوا وتشوفوا كل حاجة بعينيكم، وانا بتمنى كل حاجة يبالكم. الحمد لله تكون يعني حاجة كويسة وتنول رضا حضراتكم، ان احنا ندعم الشباب والهدف في سياحة الاكل اللي احنا قلنا عليها. ففي الاول والاخر حضراتكم شايفين كل حاجة، دوست بحاجات كتيرة بصراحة كلها جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تيجوا والحاجة بفضل الله تعجبكم. وما تنسوش العرض طاجن علي طاجن هدية لمدة شهر. ايه رأيك في المكان؟ بصراحة انا اول مرة اجي، وبصراحة الاكل يعني والله جميل. انا شفت ابنك مبسوط جوه وهو بيلعب في المرجيحه والله انا ما قدرت اكمل الاكل والله من حلاوته يعني والله. عرفنا بنفسك بقى. احمد. احمد منين يا احمد؟ انا من الكركات. الكركات؟ حاجة يعني يا سواعد هنا ولا قاعد بره؟ لا انا مسافر الامارات وبدي زياره، واول مره اجي المكان هنا بصراحه، وان شاء الله تتكرر تاني بس. ان شاء الله حبيبي. أحلى رعشة من أكلة عدنان لكل الشباب المجتهدة اللي عندهم طموح وبيعملوا مشاريع تستاهل فعلا إن احنا ندعمهم يا جماعة.